الرئيس نيكسون، اهلا بيك. استلن للمره الالف، انا مش نيكسون. مستر نيكسون، بدوسة واحدة انصفك مستر نيكسون. اقسم لك بالله انا ما نيكسون. انا ممكن ادوس على فكرة، انا ولا يهمني. ولا تقدر تدوس ولا تقدر تعمل اي حاجة. بص الحركة دي هدوس ولا تعمل ايه استلم؟ لا ده انا هجيب ريموت التكييف اعلي شوية. انت بتهزر؟ طب انا هدوس اهو 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 هاتيجي. الو الدي اتش ال؟ اصل انا بعت استلن كده. ماشي مستر نيكسون، حلاوتك يا ابو الستالين وانت مخضوض. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. شارلي بروكر مؤلف مسلسل بلاك ميرور في لقاء مع عملته مجلة فويس الكندية، بيسألوا فيه المحاور ليه أنت شايف المستقبل القريب ضلمة كده في المسلسل؟ ليه شايف إن التكنولوجيا هتكون سبب في ضياع البشرية مش لتقدمها وارتقائها؟ فقام رادد على المحاور وقال له أنت قبل أنت عندك كام سنة؟ لما قام المحاور قال له 25 سنة. قال له آه عشان كده مش فاهم، أنا يا حبيبي 45 سنة دلوقتي، عشت مراهقتي في أوائل الثمانينات وعاصرت رعب النووي. عزيزي المحاور، عارف يعني ايه رعب نووي؟ انا عاصرت الوقت اللي كنت متاكد فيه، النهارده او بكره بالكتير في قنبله نوويه هتموتني، وده بسبب التقدم والتكنولوجيا اللي حضرتك شايف انها ممكن تبقى وسيله لارتقاء المجتمعات، كانت هتموتني. هذا الرعب فضل معايا لحد دلوقتي وطلعت كله في المسلسل، فعشان اعمل لك مسلسل كئيب وديستوبي يعني بوظ لك كل احلامك. الشباب الصغيرين اللي عندهم 25 سنه دول. المهم ايها المشاهد الايجن اللي هو يعني حتى ممكن ما يكونش لسه ميلينيالي، ما شافش هذا الرعب النووي، مين هيحكي له على هذا الرعب؟ انا. واحد يقول لي لا انت يا ابو حميد شخص ميلينيالي هتيجي تحكي لنا على الرعب النووي. عزيزي المشاهد، قد ابان صغير في السن، بس انا عزيزي المشاهد بقالي قرون عايش بنفس السن. يا المشاهد الجميل، خليني احكي لك حكايه الرعب ده من الاول. في البدايه علاقه البشر بالطاقه النوويه علاقه متشابكه ومعقده جدا، من اول انبهار الى حد التقديس. اول ما اكتشفنا اليورانيوم والريديوم قلنا الله ده روش جدا، وايمان تام ان حل كل مشاكل البشريه هيكون بالطاقه دي. يعني مثلا فريدريك سودي احد رواد علم الاشعاع النووي سنه 1922 في كتابه The Interpretation of Radium او شرح الريديوم بيقول لو قدرنا كبشريه نتحكم في الطاقه النوويه هنخدر الصحاري ونعمر القطبين المتجمدين، ومن الاخر العالم هيصبح جنه عدن كبيره جدا جدا. بل ان رائد الصحافه العلميه فالديمير كينفرت في مقاله سنه 1934 كان بيقول ان مساحه مكتب بريد صغير ممكن تشيل طاقه نوويه تغطي احتياج امريكا للطاقة بالكامل. فالفترة دي من تاريخ البشرية كان بينظر للطاقة النووية إنها سحر عظيم وإن إمكانياتها لا محدودة، ودي أنا بسميها فترة شهر العسل النووي. وطبعا زي ما احنا عارفين إنه شهر وبيخلص وبعدها بتيجي عملية النكد، وفعلا شهر العسل خلص واكتشف الإنسان كوارث الإشعاع النووي، وخصوصا لما جرب الأمريكان تجربة الطاقة دي في الاستخدام العسكري. إمتى؟ وقت ما أسات هيروشيما وناجازاكي، وبعدها بعد ما الحرب الباردة بدأت ابتدى منظورنا كبشرية يتغير لهذه الطاقة اللي كنا بنشوفها جميلة وقت شهر العسل. ونشوفها ازاي؟ نشوفها شطان مرعب ممكن يقضي علينا في يوم من الايام. حتى ان عالم الفيزياء المشهور في كالتك ريتشارد فاينمان، وهو واحد من العلماء اللي شاركوا في صناعة اول قنبلة نووية في التاريخ، بعد ما خرج من المعمل لما كانوا شغالين على هذه القنبلة اللي محدش يعرف هتعمل ايه بعد كده في العالم، هو شغال كفيزيائي نجرب بقى رياضاتنا ونجرب معرفتنا الفيزيائية ونشوف ده هيعمل ايه، ولكن ما يبقاش عندنا إدراك للكوارث اللي ممكن هذا الاختراع يعمله. فخرج هذا الرجل من المعمل لقى الناس فرحانة وبتهلل وحاسة بالانتصار العظيم، ان القنابل النووية الروشة بتاعتنا ضربت اليابان والحرب خلصت، ولقى كباري وطرق جديدة بتتبني في نيويورك. حس بارتباك، ايه ده ايه ده يا مجرين فرحانين ليه وبتبنوا ايه؟ انتوا والله العظيم ما انتوا فاهمين حاجة، الطاقة النووية دي هتدمر كل حاجة. كان هناك فعلا أزمة وجودية بالنسبة لكثير من علماء الفيزياء اللي شافوا قدرة هذه القنبلة اللي يعرفوا معناها الحقيقي. علماء الفيزياء كانوا مدركين الكارثة اللي عملوها، وبالفعل بدأ مسلسل الرعب النووي وزاد جدا بعد سنة 1952. ده ليه؟ عشان الأمريكان عرفوا يعملوا القنبلة الهيدروجينية، وبعدهم مين؟ السوفيت سنة 1953. طبعا تقول لي طب حلو الناس اللي في الحلفاء عملوا قنبلة مع بعضيهم. لا عزيزي المشاهد، لا اصبر على رزقك، القنبلة الهيدروجينية
أقوى 1000 مرة من قنبلة اللي وقعت على هيروشيما مثلا. 1000 مرة 1000 ذعر إن هذا السلاح موجود مع هؤلاء الناس أو مع أي حد في الدنيا. عزيزي المشاهد مفيش حد هيبقى عاقل جدا بهذا الكم من القوى المفرطة. وطبعا الحفل ما وقفتش على الأمريكان والسوفيت، جه بعدهم الإنجليز والفرنساويين والصينيين، كله قال لك إحنا عايزين نعمل بروجرام نووي. ده حتى مصر عملت فيلم حماتي قنبلة ذرية سنة 1952 بطولة إسماعيل ياسين. فلك أن تتخيل الموضوع بدأ يبقى هوس حقيقي عند كل الناس وبيأثر على حياتهم اليومية، لدرجة إن مجموعة من العلماء الأمريكان سنة 1947 عملوا حاجة عجيبة جدا اسمها دومز داي كلوك، ساعة يوم القيامة. دي كانت بتقول فضل قد إيه على منتصف الليل اللي هو نهاية العالم، بناء على إيه؟ على حسابات معقدة. أساس هذه الحسابات هو مدى رغبة وقوة العالم في التدمير، وفي الوقت ده كان فاضل 7 دقايق على نهاية العالم. يا نهار اسود، مش هنلحق نتغدى، كأنه عمر العالم يوم واحد نهايته عند منتصف الليل، عشناه كله وفضل منه 7 دقايق. ومش بس كده، الحكومة الأمريكية عملت حملات توعية ضخمة على إزاي تنقذ نفسك لو حصل هجوم نووي، زي مثلا حملة داك أن كفر الشهيرة اللي بدأت سنة 1951، إلا على رغم سخرية الأمريكان منها في الوقت ده إلا إنها كانت حملة مدروسة بعناية. بعتوا علماء لهيروشيما وناجازاكي وسألوا الناس اللي نجت من هذه القنبلة وبتعملوا إيه؟ فلقوا إن الناس كانت فعلا بتتبط وتاخد ساتر، وده لأن في ثانية أو ثانيتين في أول انفجار القنبلة لو عرفت تتفادى الإشعاع وحظك كان حلو والحيطة ما وقعتش عليك فممكن تنجو بنسبة كبيرة، فاتبط وخد لك ساتر. ومع هذه الحملة اتعملت حملات تانية للتوعية إزاي هنتعامل مع هذا الخطر، والحملات دي كلها مع السباق النووي بتاع أمريكا والاتحاد السوفيتي، كل هذا الكلام عمل رعب غير مسبوق. قال لا أنت عمال أنت تعمل لي سلاح والاتحاد السوفيتي يعمل سلاح، وبعدين تقول لي لما يحصل هجوم استخبى. طب يا نهار أبيض، ده فعلا الحرب النووية وشيكة جدا. السيناريو اللي شفناه في اليابان ممكن يحصل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ الشعب الأمريكي على سبيل المثال يطالب، بصوا يا جدعان أنا مش عايز أخش الكلام ده، إحنا عايزين ننزع الأسلحة النووية دي، وقفوا لي كل الأبحاث اللي شغالة في الطاقة النووية، مش عايزينها. يا اسطى ما أنت كنت عاجباك الموضوع وكنت فرحان وبتبني لي الطرق والكباري ويعني حاسس بانتصار، لا خلاص مش عايزها. طبعا الحكومة مدركة إن لو حصل هيسبب مشكلة كبيرة جدا، لأن الاتحاد السوفيتي كان مركز جامد في أبحاثه النووية والعسكرية وعمال بيطور في ترسانته الحربية، وما عندوش مواطنين أمريكان عندهم بقى حرية التعبير والحاجات اللطيفة دي يقعدوا يخنقوه. فتقوم الحكومة الأمريكية عاملة إيه؟ أروح أرجع التفاحة وأجيلك. ترد بحملة من أذكى الحملات الإعلامية في التاريخ. هدف هذه الحملة كان استعادة الشعب لثقته في الحلم النووي. فتقوم جايبة وولد ديزني بتاع الكرتون والحاجات اللطيفة والجميلة دي يعمل فيلم بنفسه سنة 1957. وولد ديزني الشخص نفسه اسمه الذرة صديقتنا، Our Friend the Atom، يعمل هذا الفيلم مع الفيزيائي الألماني هاينز هوبر، ويجيبه في هذا الفيلم إن الطاقة النووية دي عاملة زي جني طلع من مصباح وعنده قوة هائلة، بس طلع شرير وهيت، ولما تضحك عليه وتحبسه تاني جوه المصباح بيطلع بس بشروطك وعشان يحقق لك كل احلامك. وطبعا احنا فهمنا ان الجني ده هو الطاقه النوويه. ومش بس الافلام، هروح اجيب خياره واجيلك. عندك مثلا مؤسسة فورد بتاعت العربيات طلعت تصريحات سنة 57 انها في خلال 5 سنين بس هتصنع عربية تمشي بالطاقة النووية وتمشي للأبد من غير ما تحتاج تتشحن. ده كمان سموها اسم فورد نيوكليون. واحد يقول لي الله، هما جايين يفتكروا هذا الموضوع سنة 57؟ ما يبتدوا قبل كده. عزيزي المشاهد لا تقصوا على الحكومة الأمريكية، الموضوع كان بادئ بالفعل قبل كده. الرئيس الأمريكي ايزنهاور في خطابه سنة 53 اتكلم بوضوح على ان العالم محتاج يعيد التفكير في الطاقة النووية ويوجه كل جهوده البحثية عشان يطلع منها حلول سلمية مستدامة لصحة وغذاء وتقدم البشر، وقدم اقتراح لنشر ثقافة Atoms for Peace او الاستخدام السلمي للطاقة النووية. الاقتراح ده ظهر على شكل مبادرات حكومية زي مثلا جاما جاردنز او ما يسمى بالحدائق النووية. ليه عملوا الحدائق النووية دي؟ عشان تعمل محاصيل اقوى وبوفرة اكبر. هما كانوا شايفين لما يعملوا كده ده اللي هيحصل. والحكومة الامريكية ما اكتفتش بكده، عشان تقرب الناس اكتر للطاقة النووية وتحببهم فيها عملت حاجة بجدها عجيبة جدا، عملت دعوة لصغار رجال الأعمال أو الانتربرنورز للاستثمار وبناء شركات ستارت ابس صغيرة دورها قائم على إنها تجرب الإشعاع النووي على محاصيل زراعية مختلفة في جنينة بيتهم. فقاموا رايحين للحكومة والحكومة تديهم حتة مادة مشعة صغيرة كده يعملوا عليها التجارب أهو بدل رأس المال. وانطلاقا من نفس خطاب رئيس ايزنهاور تم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1957، ويكون من أهم أهداف هذه الوكالة هو تنظيم استخدام الطاقة
الطاقة النووية في العالم وتشجع البحث العلمي المتعلق باستخداماتها السلمية. دي كانت الصورة النووية السلمية اللي بتروجها الولايات المتحدة. لكن في نفس الوقت ده برضو كانت أمريكا لسه مستمرة في تطوير وتضخيم أسلحتها النووية. يعني مثلا من 1953 ل 1961 اللي هي فترة حكم أيزنهاور لأمريكا، الأسلحة النووية اللي أمريكا كانت بتملكها ارتفع عددها من 1000 ل 18000. يا نهار اسود، ومش عايز الناس تخاف يا ايزنهاور. طبعا الاتحاد السوفيتي ما سكتش، هو كمان كان شغال على مضاعف الترسانة النووية، والطرفين ما كانوش بيعملوا كده في السكرتة، كانوا بيعلنوا قدام الناس. فالناس عموما كانت بتلخبطة. لا انت تقول لي عايزين نشجع المشاريع السلمية وتعمل لي وكالة وجايب لي ستارت اب وانتربرينورز ومش عارف ايه وهنعمل حاجة سلمية بيها، وانت تزود اسلحتك من 1000 ل 18000 والناحية التانية الاتحاد السوفيتي بيعمل يضاعف الاسلحة؟ في ايه؟ في ايه اللخبطة دي؟ انا مش فاهم. لغاية اما جت 1962 وحصل اكبر ازمة نووية في التاريخ، ازمة صواريخ كوبا. العالم كله قعد على اعصابه مستني رد فعل امريكا بعد ما عرفت ان الاتحاد السوفيتي نشر صواريخ نووية في كوبا. العالم قعد اسبوعين من الترقب والرعب، امريكا ايه الحركة الجاية؟ الاتحاد السوفيتي حط صواريخ نووية في كوبا اللي هي تحت امريكا على طول. ربنا يستر. فعلا كان توتر حقيقي، لان لو قامت حرب نووية بهذا الكم من الاسلحة العالم كله هيتلط زي ما قلنا في حلقه نووي البكيني. فضل الموضوع شغال والناس متوتره اسبوعين من التوتر وحاله صعبه ووضع صعب، بس الحمد لله الازمه عدت والدنيا اتلمت. بس طبعا الدنيا اتلمت على الصعيد السياسي والصعيد العسكري. بس مع الحدث ده الناس عرفت معنى ان ممكن تقوم حرب نوويه، وان الطاقه النوويه دي طاقه شريره هتدمر الكوكب بتاعنا. تخيل انت ايها المشاهد قاعد بقالك اسبوعين ويطلع الاعلام الفلاني يقول لك خلاص يا جماعه ابتدوا بقى اعملوا مش عارف ايه عشان في حرب جايه. انت هتفضل محمل بهذه الذاكره وهذا الرعب وهذا الذعر، وفضل هذا الرعب مسيطر ومكمل لدرجه ان الامريكان في الوقت ده بنوا 200,000 مخبأ مخصص للعيشه تحت الارض، والدوله خصصت مئات الملايين من الدولارات لبناء مخابئ عامه. ومن ساعة هذه اللحظة الرعب النووي ابتدى يتغير، بقى أكثر تنظيما وتمثل في حركات اجتماعية لها هيكل ورؤية، زي مثلا حملة إيقاف النشاط النووي النيوكلير فريز كامبين، واللي نجحت سنة 1982 في تنظيم أكبر مظاهرة سلمية في تاريخ أمريكا شارك فيها كام؟ مليون شخص. وبالفعل نجحت الحملة في الحصول على مشروع قانون لإيقاف النشاط النووي. وكمان في الوقت ده الناس تفكيرها بدأ يتحرك من مجرد محاولة إيقاف النشاط النووي للتخطيط لسيناريوهات ما بعد التدمير النووي، وازاي بقى هنبني الحضاره البشريه من اول وجديد. ما حصل بقى خلاص، احنا خلاص واسيوم ذا ورست، خلاص حصل حرب نوويه، هنتصرف ازاي بعدها؟ فمثلا بدا بنك الجينات النرويجي سنه 1984 في تجميع بذور مئات المحاصيل من كذا حته في العالم ويخزنها عنده. ليه بنك نرويجي؟ عشان لو لا قدر الله حصل دمار نووي نقدر نرجع التنوع الغذائي لنفس الحال قبل الكارثه. الناس خلاص ابتدت تعيش الموضوع وتتاقلم، هنتصرف ازاي لما يحصل هذه الحرب؟ وهذا البنك تحول لقبوس البرد سنة 2008، وبقى واحد من أكبر الأماكن لتخزين البذور على مستوى العالم. حاجة كده تحت التلج وبذور من كل حتة، هتلاقي حتى حاجات من مصر موجودة هناك. جيبي مثلا قمح 100 نوع قمح نحطه تحت ونخزنه عشان لا قدر الله حصل مشكلة معانا الدي ان ايه، معانا البذور، معانا كل حاجة. ما تخافش فوق الأرض بقى براكين حروب نووية احنا مالناش دعوة تحت. واحد يقول لي قال لي يا ابو حميد لو حصل حرب نوويه برنامج الدحيح هذا التراث الثقافي هيروح فين؟ عزيزي المشاهد الحمد لله ان العالم فكر في طريقه لحفظ التراث الثقافي لو قامت حرب نوويه. هل ارسلنا الدحيح؟ لسه ما حصلش، ولكن لا تخش عزيزي المشاهد على برنامج الدحيح لان انا مخزنه على فلاشه في قابو زبالبرد. انا الحقيقه مش عارف انطق اسمه لانه نرويجي، ولكن انا سايب حاجتي هناك خلاص واطمن ايها المشاهد. واحد يقول لي معلش يا ابو حميد انت مهم كل حاجه، ولكن طب بقى اغلبيه التراث البشريه بقى التراث البشريه هنعمل فيه ايه؟ عشان كده ظهرت فكره الكبسولات الزمنيه التايم كابسولز اللي بيتجمع فيها نماذج من التراث البشري الفني بقى والثقافي والعلمي ويتحفظ في كبسوله متينه القنابل الهيدروجينيه نفسها ما تاثرش فيها وتدفن بقى في الارض تتبعه القمر. المهم ان بعد الفناء النووي حد يلاقيها ويبني بيها الحضاره من جديد. واحنا عاملين برنامج الدحيح عامل يوزر مانيوال كده لبناء الحضاره موجود في الكبسوله. الموضوع مستحوذ على خيال الناس لحد النهارده. في
مثلا تظهر شركه زي فيفو. ايه ده بتاعه الاغاني دي؟ ظهرت بعد كده، لكن بنتكلم عن شركه مختلفه. اختصاص هذه الشركه الوحيد هو بناء المخابئ الفرديه والجماعيه المحصنه والمجهزه للمعيشه لزمن طويل في حال حدوث اي كوارث زي الكوارث النوويه من غير ما تحتاج تخرج بره. والشركه دي بتبيع وحدات مشتركه للطبقه المتوسطه تبدا من 30,000 دولار، ولو انت غني قوي يعني وعايز حاجه فخمه لوحدك ممكن تعمل لك قصر تحت الارض ب 10 مليون دولار، بيسين وجاكوزي وشمس صناعيه. مشاهير كتير في مجالات مختلفه عندهم المخابئ دي. تخيل عزيزي المشاهد لما يحصل ازمه نوويه هتلاقي بقى كيم جرداشان نجت وانا لا، دي عيوب الراسماليه. وظهر طيار كده من البشر اسمه برابرز، مش بيفكروا في حاجه غير انهم ازاي يجهزوا للكارثه البيولوجيه او النوويه اللي هتدمر العالم، وكمان يعلموا الناس مهارات تفيدهم في التعايش في عصر ما بعد الكارثه. وتحول الامر لفلسفه وطريقه للحياه اسمها السرفايفاليزم. الطاقه النوويه في رحلتها مع البشر عدت بمراحل كتير، ما بين انبهار واحلام طموحه في بدايتها لاحباط ورعب وذعر لحيره بقت موجوده دلوقتي تجاهها، حيره شبه حيره ايرون مان كده، المفعل النووي اللي مزروع فيه هو اللي بيديله قدرته الخارقه، بس في نفس الوقت هو سبب ضعفه وممكن يموته. بس الامل في الطاقه النوويه لسه موجود، والخوف كمان لسه موجود. يعني سنه 2018 الدومز داي كلوك اتكلمنا عنها شاورت على دقيقتين بس، وده بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري وازدياد الاسلحه النوويه والبيولوجيه في العالم. وزي ما انتم عارفين الساعه دي كل فتره بتتغير، ويمكن ما وصلناش للدقيقتين غير مره واحده بس قبل كده سنه 53 لما الجماعه السوفيت عملوا القنبله الهيدروجينيه. وفعلا وفقا لابحاث كتير الارض مرت بخمس انقراضات للكائنات الحيه في تاريخها، من اشهرهم المره بتاعت انقراض الديناصورات، ومن 2010 بدانا الانقراض السادس. فهل جنس البشر بصدد الفناء خلاص؟ هل محتاجين نسمع كلام البريبرز ونبتدي نشتغل بقى على السرفايفل سكيلز بدل الليدرشيب والبرزنتيشن سكيلز؟ على العموم معلش يعني العالم محتاج يقف بشكل واضح وصريح مع نفسه ويقرر يعمل ايه في الدقيقتين الفاضلين دول. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان نشوف الحلقات اللي فاتت، نشوف الحلقات الجديده، انزل بص على المصادر، لو على اليوتيوب اشترك على القناه. لا تقلق، لا تقلق، ما تقلقش.